يصنع التاريخ، يكتب الحدوتة. بالفعل هو من خانة الفرق الأسطورية بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته. الجماهير المصرية والعربية على موعد مع المتعة الكروية عندما يواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي يجمعهما على كأس السوبر المصري الذي يستضيفه أستاذ محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة. دائما ما تظل ذكريات مباريات القمة عالقة في أذهان عشاق ومحب الناديين الكبيرين. لا تتوقف المتعة والإثارة عند حد الأهداف أو الأحداث داخل الملعب، خارج المستطيل الأخضر تقام مباراة أخرى بين الجماهير وأيضا المعلقين الذين تبقى إفيهاتهم في أذهان المشجعين لفترة طويلة. يا أولاد أنتوا بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. من منا ينسى شيخ المعلقين الراحل محمد لطيف الذي ساهم بقدر كبير في انتشار كرة القدم في مصر، خاصة بعد إذاعة المباريات في التلفزيون المصري ودخولها لكل البيوت المصرية من خلال تعليقاته الجميلة، لعل من أشهرها الكورة جوان والجون بجفسانيا. سادتي أنزال سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من استاد القاهرة يسعدني أن أنقل لكم مباراة القمة، قمة الكرة المصرية بين نادي الأهلي والزمالك. الراحل إبراهيم الجويني الذي قام بالتعليق على العديد من لقاءات القمة اشتهر بصوته المميز وإيقاعه السريع في التعليق، كان يتميز بالحيادية التامة والالتزام بالتعليق على أحداث اللقاء فقط. إلى صاحب التعليقات الرنانة وصاحب مدرسة خاصة في التعليق من خلال التجهيز والاستعداد للمباريات وخاصة لقاءات القمة، وهو كما أطلقت عليه الجماهير كروان التعليق. ممكن يجي منه جونين ولا أبو تريكة هتعمل إيه؟ وحطها جول، يا سلام يا أبو تريكة. ميم الشربيني الذي تميز بمقدمة رائعة لمباريات القمة كان يبدأها مثلا: سيداتي أنساتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية، نلتقي معنا على الشاشة الصغيرة وأحداث أحد اللقاءات الساخنة التي نترقبها جميعا، ينتظرها عشاق الفن الكروي الجميل، لقاء السحاب اللي بيجمع بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك. نلتقي معا على الشاشة الصغيرة وأحداث اللقاء الهام المرتقب. اشتهر أيضا بالعديد من التعليقات مثل: قماشة تانية من مواليد منطقة الجزاء يرتدي ثوب الإجادة ومربع العمليات. بيبو بشير بيبو جون من أشهر الجمل التي أطلقها المعلق الكروي مدحت شلبي في تعليقه على أحد أهداف الأهلي في الزمالك، وصارت من الهتافات الشهيرة والمحببة لجمهور الأهلي فترة طويلة. له أيضا الكثير من الإفيهات التي علقت في أذهان الجماهير المصرية وخاصة في لقاءات القمة مثل: لفها لفة جاتو وعلى الحلوة والمرة مش كنا متوعدين، وما بين قربي وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك. نتمناها مباراة قوية معبرة عن الوجه الحقيقي للكرة المصرية، سواء من مسؤولين أو لاعبي الفريقين أو الجماهير الحاضرة للقاء. النادي الأهلي أحسن فريق، الأهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوتة. بالفعل هو من خانة الفرق الأسطورية بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته.